بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 82. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة وإن أتى حتى في الغزو لم يستوق منه حتى يخرج من دار الحرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، موانع إقامة الحد: إذا كان المسلمون في الغزو في أرض العدو فإنه لا يقام الحد على أحد من الجند، لأن ذلك يضعف المسلمين في أرض العدو. فإذا رجعوا إلى بلد المسلمين فإنه يقام عليه الحد، يعني يمتنع إقامة الحد عليه مؤقتا. ليس معنى ذلك أن الحدود تعطل، ولكن قد تؤجل. نعم. وإن أتى حتى في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب. نعم. لما روي عن مسلم بن عطاء أنه أوتي برجل في الغزاة قد فرار مخفيا، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع في الغزاة لقطعته، وفي لفظين: لا تقطع الأيدي في الغزاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، ولأنه إجماع الصحابة. وروى سعيد في سننه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس: لا تجدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلمين حدا وقراض حتى يقطع الدرب قافله، لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وعن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر فارض ماء منزله، فقال حذيفة: أتجلدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمع فيكم. نعم. كل هذه أحاديث وآثار تدل على تأجيل إقامة الحد في الغزو، وذلك إذا كان المسلمون في أرض العدو حتى يرجعوا إلى بلاد المسلمين، لأن ذلك يترتب عليه مفسدة أكبر، إذ ربما أن الذي يقام عليه الحد تأخذه الحمية فيلجأ إلى الكفار، فيكون ذلك سببا في ردته. نعم. وفي أسعد في هذه المحجة يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى الطي، فلما انتقى الناس قال أبو محجة: كفى حسنا أن تطرد الخلي بالقنع وعطرة مشدودا علي متاقيا. فقال لابنة حفصة امرأة سعد: أطلقيني ولله علي أن سلمني الله أن أرجع حتى أرعى نجبي في الخيل، وإذ قتلت استرحتم مني. قال: فخلت حين التقى الناس، وكانت بسعد جراحة، فصعدت به فوق العبيد ينظر إلى الناس، فوق العذيب، فصعدت به فوق العذيب ينظر إلى الناس، فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا فجعل لا يأكل على ناحية من العدو إلا هزمهم الله، وجعل الناس يقولون: هذا ملك مما يرونه يصنع ملك، وجعل الناس يقولون: هذا ملك لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الصبر صبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في الطيب. فلما هزم الله العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في الطيب، فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان من أمره،
فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلغ الله به المسلمين ما أبلاهم، فخلى سبيله. فقال أبو مهجن: قد كنت أذكرها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، فأما إذا أردتني فوالله لا أشربها أبدا. هذه القصة عجيبة من أبي مهجن، وهو أبو مهجن الثقفي، وهو كان شاعرا وكان فارسا، إلا أنه كان يشرب الخمر، فشربها في الغزو في القادسية، فلم يرى سعد رضي الله عنه أن يقيم عليه الحد في هذه الحالة، فربطه بالقيد. فلما دارت المعركة اشتاق أبو مهجن إلى القتال، وطلب من زوجة سعد أن تطلقه وأن يلحق بالمسلمين ويقاتل، لأنه كان فارسا شجاعا، والتزم أنه إذا انتهت المعركة أن يأتي ويضع رجله في القيد طاعة لله ولولي الأمر. فركب فرس سعد، لأن سعد رضي الله عنه كان قد أصابه مرض يقال له عرق النساء، فلم يستطع المشي، وجعل يشرف على الجيش هو على المعركة هو أبو مهجن، ولكن تعجب من أن أبا مهجن كان في القيد، فكيف حصل هذا؟ إلى نهاية القصة، إلى أن تاب أبو مهجن من شرب الخمر، وصارت هذه القصة سببا في توبته إلى الله سبحانه وتعالى، ونصر الله به المسلمين شجاعته وبسالته. وربما يكون هذا الذي صنعه أن الله جل وعلا ألقى في نفسه التوبة فتاب إلى الله عز وجل، لأن الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم، وصار ذلك سببا في توبته من هذا الذنب. والشاهد من القصة هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يقم الحد على أبي مهجن وقت المعركة، بل حبسه، فدل على أن الحد لا يقام في أرض العدو على أحد من الغزاة. نعم. كيف وجه كلام سعد والله لا أضرب اليوم أحد؟ كلام سعد ما يفهم أنها إقامة الحد مطلقا؟ لا ما هو إقامة الحد مطلقا، لكن ربما أنه لما رأى فعل هذا البطل الشجاع أنه توقع منه توبة. نعم. وهذا اتفاق لم يظهر خلافه، فأما إذا خرج من دار الحرب فإنه يقام عليه الحد بعموم الآيات والأخبار، وإنما أخبر بعارض كما يؤخر المرض أو نحوه، فإذا زال العارض أقيم. ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدر قافلا. راجعا، قافلا يعني راجعا. الحاصل أن الحدود قد تؤجل إقامتها لعارض من العوارض، إما لمرض لا يستطيع أن يقام عليه الحد وهو مريض حتى يشفى، وإما لحمل المرأة حتى تضع مولودها وحتى تجد من يكفله، فإن لم تجد فإنه يؤجل أيضا حتى ترضعه وتفطمه، وإما في وقوعه في حالة الغزو في أرض العدو يؤجل في هذه الأحوال ويقام فيما بعد. نعم. باب حد الزنا. نعم، أشد الحدود حد الزنا.
والزنا هو فعل الفاحشة، فعل الفاحشة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فجعل الزنا قرين الشرك وقتل النفس، دل على أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك، أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك، وذلك لما يترتب عليه من فساد الأعراض واختلاط الأنساب وضياع الحياة والعفة، فهو جريمة، جريمة سنيعة. ولهذا قال جل وعلا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله: ولا تقربوا الزنا، يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. والنهي عن الوسائل، النهي عن الوسائل التي تؤدي إلى الشيء أبلغ من النهي عن الشيء نفسه، فهو أبلغ مما لو قال: ولا تزنوا، بل قال: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، كالنظر المحرم وكالسفور للنساء، عدم الحجاب، سفر المرأة وحدها بدون محرم، خلوة الرجل مع المرأة التي لا تحل له، كل هذه وسائل للزنا حرمها الله سبحانه وتعالى لأنها تؤدي إلى الزنا. فالزنا جريمة شنيعة وكبيرة من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قد رتب الله على الزنا حدا يقام على الزاني في الدنيا، ورتب عليه الوعيد في الآخرة لمن لم يتب. فإذا زنى فإن كان بكرا لم يسبق له أن وطئ في نكاح صحيح، هذا هو البكر الذي لم يسبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح، هذا يسمى البكر. فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة. قال الله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. جلد 100 هذا كما في الآية، وتغريب عام هذا زيادة عقوبة، فيبعد عن بلده إلى بلد آخر يكون فيها غريبا لأجل أن يفارق البيئة التي وقع فيها في الجريمة إلى بيئة أحسن منها، فيتربى على العفة ويبعد عن الموطن الذي حصل فيه، الذي وقع فيه بالفاحشة، يبعد عنه حتى
تتغير حاله ويتوب إلى الله عز وجل. وأما إذا كان محصنا وهو من سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. قال صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رجم النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، رجم الزناة ورجم أصحابه من بعده، وأجمعت الأمة على وجوب الرجم على المحصن، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج ولا عبرة بخلافه. وقد قال عمر بن الخطاب على المنبر: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني أخاف إن طالب الناس زمان أن يقول رجل: لا نجد الرجم في كتاب الله. ثم ذكر أنه كان الرجم في آية من كتاب الله نسخ لفظها وبقي حكمها: الزاني والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه آية من القرآن من سورة الأحزاب نسخ لفظها وبقي حكمها، لأن النسخ قد يكون لللفظ والحكم، وقد يكون لللفظ دون الحكم، وقد يكون للحكم دون اللفظ، النسخ يتنوع. الحاصل أن الرجم ثابت بالكتاب في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع المسلمين. نعم. باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها. من أتى الفاحشة في الفرج قبلا كان أو دبرا من امرأة لا يحل له الاستمتاع بها، لا يحل له الاستمتاع بها. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يباح للرجل إلا امرأته أو مملوكته التي يملكها بالرق، فلا يجوز له أن يتسرى بها، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، يباح له أن يتسرى بها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن استمتع بفرج لا يحل له فهذا هو الزاني، فأولئك هم العادون، هذا هو الزاني، فيقام عليه الحد، وهو كما سبق إن كان بكرا يجلد، وإن كان ثيبا فإنه يرجم. نعم. الزاني من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها أو من مهنة. أما إتيان المرأة التي يملكها بعقد نكاح أو بملك يمين، فإن كان في القبل فهذا أباحه الله عز وجل، هذا موضع الحرف، وإن أتاها في الدبر فهذه الوطية، إتيان المرأة إتيان الرجل زوجته في دبرها هذه لوطية والعياذ بالله، لكنها لوطية صغرى، فيعزر
ويمنع من ذلك. وإن تكرر منه إتيانها في الدبر فإنها تفصل منه ولا تترك عنده. أما إذا أتى امرأة في دبرها وهي لا تحل له فهذا هو الزنا، يقام عليه الحد. وكذلك لو أتاه من دبر ذكر أو ما يسمى باللواط فهذا أيضا نوع من الزنا، بل هو أفحش، بل هو أفحش الزنا والعياذ بالله. اللواط قد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم لوط لهذه الجريمة النكراء التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. واللوطي يقتل، فيعني اختلف العلماء، بعضهم يقول حكمه حكم الزاني إن كان ثيبا يرجم وإن كان ذكرا يجلد، لكن الصحيح أنه يقتل بكل حال. قوله صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به، ولأن الصحابة أجمعوا على قتله، بل إن منهم من حرقه بالنار، منهم من حرقه بالنار، ومنهم من قتله بالسيف، ومنهم من يرى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، فهم أجمعوا على قتله، وإن اختلفوا في كيفية قتله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكامل، أجمعوا على قتل اللوطي، فهو يقتل بكل حال ثيبا كان أو بكرا، يقتل الفاعل والمفعول به. نعم. من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به أو من غلام، هذا على المذهب أن حكم اللوطي حكم الزاني، حكم اللوطي حكم الزاني إن كان ذكرا يجلد وإن كان ثيبا يرجم، لكن الصحيح أنه يقتل بكل حال. نعم. أو من فعل ذلك به فاعل والمفعول به. نعم. لا خلاف بين أهل العلم لأن من وطئ امرأة في قبولها لا شبهة له في وطئها أنه زاني. أما إذا كان له شبهة فإنه يدفع عنه الحد لقوله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات، كما لو ظن أنها زوجته، لو ظن أنها زوجته أو وطئها بشبهة عقد، ظن أنه عقد صحيح وهو غير صحيح، فلا يدرى عنه الحد. نعم. فأما أن يوطئها في دبرها فهو أيضا زان، لأنه وطئ امرأة في فرجها فلا ملك له فيها ولا شبهة، فكان زانيا كما لو وطئ في القبر. نعم. ولأن الله سبحانه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد جعل لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت عقوبة الزنا في أول الإسلام أن الزانية تحبس، تحبس في البيت إلى أن تموت أو أن يجعل الله لها سبيلا، وقد جعل الله لها سبيلا، وذلك بإقامة الحد عليها في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم. هذا هو السبيل الذي وعد الله به. نعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والرب الحرام بالدبر فاحشه، لقوله سبحانه في قوم لوط أتاتون الفاحشة، يعني الوطء في أنفال الرجال. فالوطء في الفرج فاحشة،
والوطء في الدبر سماه الله فاحشة، كلاهما فاحشة. أتأتون الفاحشة؟ لا، إنكار على اللوطية. واللاتي يأتين الفاحشة هذا إنكار على الزانية التي يزنى بها في فرجها، فكل منهما فاحشة لأنه وطء في فرج محرم، فيكون حكمه سواء. هذا على المذهب، وإلا فالصحيح أن اللوطي يقتل على كل حال لأنه من المفسدين في الأرض، ولأن الله أهلك قوم لوط عن آخرهم وأتبعهم بحجارة من سجيل، دل على شناعة هذه الجريمة وأنه يجب استئصالها من المجتمع لما يجره هذا الفعل من المحاذير الكثيرة من فساد الأخلاق وانتهاك الأعراض وقطع النسل، لأن الله جعل الاستمتاع في محل، جعل الله الاستمتاع في محل يحصل به قضاء الشهوة ويحصل به النسل والذرية، أما اللواط والعياذ بالله فإنه قضاء قطع للنسل مع ما يحصل به من الأمراض الخطيرة. الزنا واللواط يحصل بهما أمراض خطيرة كما هو الآن حاصل بهذا المرض العضال المستعصي الذي يسمونه مرض الإيدز، هذا سببه الزنا واللواط والعياذ بالله، وإذا أصاب أحدا فليس له علاج إلى الموت، وذلك أن جسمه يفقد المناعة ولا يجد فيه علاج، ولا يزال على هذه الحال حتى يموت. وصاروا يعزلونهم الآن عن المجتمع، يعزلون عن المجتمع ويبقون في حسرة حتى يموتوا والعياذ بالله. نعم. مسألة. والزنا يورث أمراضا كثيرة أيضا، إضافة إلى أنه يقطع النسل ويفسد ويخلق الأنساب، فيه أمراض كثيرة يعرفها الأطباء ويشخصونها، أمراض السيلان والزهري ومدري أمراض كثيرة بسبب الزنا. الآن جاء هذا المرض الذي لم يسبق وقوعه في العالم وهو مرض الإيدز، وهذا إنما يقع بأصحاب الفواحش من الزنات واللوطية والعياذ بالله. نعم. مسألة. ومن تلوط بغلام فحكمه حكم الزاني في إحدى الروايتين. هذا المذهب. نعم. إن كان ثيبا يرجم وإن كان بكرا يجلد، هذا المذهب وهو إحدى الروايتين عنه. نعم. وفي الأخرى يقتل بالرجل بكرا كان أو ذيبا. الرواية الأخرى أنه يقتل بكل حال بكرا كان أو ذيبا، لكن كيف يقتل؟ قيل يقتل بالرجم يرجم على كل حال، وقيل يقتل بالسيف، وقيل يقتل بالنار يحرق كما حرق خالد بن الوليد بأمر أبي بكر الصديق اللوطية، وقيل إنه يلقى من أعلى مرتفع في البلد ويتبع بالحجارة. نعم. وفي الأرض يقتل بالرجل ذكرا كان مهيبا، وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد ووجه ذلك. وهذا هو الذي عليه العمل الآن، أنه يقتل بكل حال. نعم. ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود. هذا نص لأنه يقتل،
وليس حكمه حكم الزاني بل أشد، يقتل على كل حال. وقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. نعم. وفي الأرض فاكتب الأعلى والأسفل. نعم. واحتج الإمام أحمد بعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رجما، ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، ولأنه إيلاده في فرج آدمي أشبه الإيلاد في فرج المرأة. وإذا ثبت أنه زاني فيدخل في عموم قوله سبحانه. هذا فيه نظر، هذا فيه قياس اللواط على الزنا، فيه نظر. الزنا أشنع من اللواط، اللواط أشنع من الزنا وأقبح، فهو يأخذ حكما أشد وهو القتل بكل حال. نعم. فيدخل في عموم قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعموم الأخبار فيه مسألة، ومن فعل ذلك به يعني أن يكون زانيا إذا وطئ في الدبر رجلا كان أو امرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وأما إذا وطئ الرجل المرأة في دبرها فهو زاني أيضا، لأنه وطئها في فرجها فأشبه ربها في قبلها في قبلها. مسألة: أما وطئ المرأة في دبرها وهي لا تحل له فهذا زنا على كل حال، هذا يعامل معاملة الزاني. إنما الكلام في وطئ الذكر للذكر، هذا هو الذي فيه الخلاف. والله جل وعلا جعل الوطئ في القبو وهو محل الحرف، قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومحل الحرف هو القبو، هو الذي يحصل به الذرية. وأما الدبر فلا، ليس محلا للحرف، بل هو محل للخبث والنجاسة، قاذورات، ليس محلا للاستمتاع. قال سبحانه: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله، وهو الوطء في القبول لا في الدبر. نعم. مسألة: فحده الرجل إن كان مقصنا أو جزويا وتغليب عام إن لم يكن مقصنا. هذا من الرجل بالمرأة الأجنبية، الوطء في الدبر من أجنبيين حكمه حكم الزنا، إن كان بكرين يجلدان وإن كان ثيبين يرجمان. نعم. وأما الرجل مع زوجته فهذا حرام كبيرا من كبائر الذنوب، لكن لا يوجب عليه الحد، يوجب عليه التعزير، فإن استمر ولم يمتنع فصلت منه وأبعدت عنه. نعم. الزاني المحصن يجب عليه الرجم بالأحجار حتى يموت، لم يخالف الرجم إلا الخوارج. قالوا: الجد للذكر والطيب لعموم نهاية الحد. الخوارج كما تعلمون ناس ليس عندهم علم، وإنما يستدلون بأدلة مقطوعة، يأخذون طرف من الأدلة ولا يرجعون إلى الطرف الثاني منها، فهم جهلة ومتطفلون على العلم.
شبهتهم هنا يقولون إن الله لم يذكر الرجم في القرآن وإنما ذكر الجلد فقط. يا سبحان الله، الله لم يذكر الرجم في القرآن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رجم، ورجم الصحابة وأجمعوا على ذلك، فالرجم ثابت بالسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا بالسنة المتواترة، مع الآية التي نسخ لفظها وبقي من حكمها. نعم. قال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم. الرجم معناه أنه يرجم بالحجارة ويدام عليه الرجم حتى يموت، ما هو بيضرب مرة مرتين ويترك، لا، يرجم حتى يموت تحت الحجارة، يرجم حتى يموت تحت الحجارة، يواصل عليه الرجم حتى يموت. وليس معناه أنه يضرب كم حصات فإذا تأثر أو أغمي عليه يترك، لا، يقضى عليه قضاء تاما. نعم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وماعزاً حتى ماتوا. نعم، رجم اليهوديين، زنى يهودي بيهودية في المدينة، واليهود كانوا تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ فيهم حكم الإسلام، فتشاور اليهود فيما بينهم ماذا يصنعون بهما، هم لا يريدون أن يرجموهما، عندهم الرجم في التوراة لكن يراوضون، ما يريدون أن ينفذوا هذا الرجم. قالوا: نذهب إلى محمد لعله يجد لهما فرصة أو مخرج غير الرجم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حكمه عندكم؟ قالوا: نسود وجوههما ونركبهما على دواب ونطوف بهما في الأسواق. قالوا: هذا حكمهم عندنا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، قال: هاتوا التوراة، لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخبره أن آية الرجم في التوراة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لأجل أن يقيم الحجة عليهم، لا من أجل أنه يحكم بالتوراة، لأنه يحكم بالقرآن، لكن يريد أن يقيم الحجة عليهم وأن يفضحهم. فجاءوا بالتوراة ونشروها، ووضع ابن سوريا اليهودي أصبعه على آية الرجم ليخفيها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فلما رفع يده إذا آية الرجم تلوح في التوراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. هذه قصة اليهوديين. أما ماعز رضي الله عنه فإنه زنى، ثم إنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقيم عليه الحد، ماعز بن مالك، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه مرة ثانية وطلب منه أن يقيم عليه الحد، ثم أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه المرة الثالثة طلب منه أن يقيم عليه الحد فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه المرة الرابعة طلب منه أن يقيم عليه الحد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وأقاربه يسألهم عن عقله وعن، فأخبروه أن الرجل لا بأس به، أنه عاقل، فسأله ماذا يريد؟ قال: أريد أن تطهرني. فلما أقر على نفسه أربع مرات وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن عقله ولم يجد به بأسا، أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. ومثله قصة الغامدية، نفس الشيء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقيم عليها الحد،
وترددت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل عنها، ثم إنها قالت إنها حبلى من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءت لطفلها تطلب إقامة الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تفطمي، فرجعت حتى فطمته، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يقيم عليها الحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل فأخذه بعض أقاربها، ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم. وعنه يجلد ثم يرجع، هذا على روايتين في المذهب، هل يجمع بين الجلد والرجم أو يكفي الرجم؟ الحديث جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم، فبعض العلماء يرى أنه يجمع بينهما، وقد فعله علي رضي الله عنه، وقيل يكفي الرجم لأنه إذا اجتمع حدان أصغر وأكبر فإن الأصغر يدخل الأكبر فيكفي الرجم. نعم. وعنه يجلد ثم يرجع، فعله علي، وروي عن ابن عباس وابي ذر وربيع ورقيان وابي بكر عبد العزيز. ونص على الاولى في سننه. الاولى الروايه الاولى عن احمد انه يرجم فقط، انه يرجم فقط، وهي المذهب. نعم. ونص على الأولى أنه في سننه مختار، لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، وقال ترد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يرد. في قصة العسيف، العسيف هو الأجير، كان رجل عنده عسيف يعني أجير شاب، فزنى بامرأته، زنى بامرأة المستاجر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. كذلك رجم ماعزا ورجم الغامدية ولم يذكر أنه جلدهما، فيكتفى بالرجم. نعم. وقال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل اجلدها مرجوم. نعم. ولم يأمره بجلدها. ورجم الغامدية ولم يجلدها. نعم. ورجم عمر وعثمان ولم يجلدها، وهذا كان آخرا فيجب تقديمه في العمل به. ولأن الحلول إذا اجتمعت وفيها نقل سقط ما سواه، لأن يدخل الأصغر في الأكبر، والرجم قتل يدخل ما عداه فيه. نعم. وقال الأكبر سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، وإن هذا الجواب عن حديث جلد مئة والراجم، وحديث صحيح، وحديث صحيح، فما الجواب عنه؟ قالوا هذا محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ الاقتصار على الرجم. نعم. سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلده، ورجم عمر ولم يجلد، ولأنه حد يوجب القتل فلم يجب معه جلد كالردة. ونحو هذا نقل إسماعيل بن سعيد، ووجه الرواية الأخرى في قوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وهذا عام،
ثم جاءت السنة بالرجم. عام للذكر والثيب. نعم. ثم جاءت السنة بالرجم فيضاف هذا إلى هذا. نعم. ثم جاءت السنة بالرجم فوجب الجمع بينهما. فروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. أن يكون الذكر 100 جلدة والثيب بالثيب الجلد والرجم. رواه مسلم وابو داود. وهذا صريح ثابت بيقين لا يشرح إلا بيقين مثله. والأحاديث الباقية ليست صريحة فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد فلا يعارض بها الصريح. فعلى هذا يبدأ بالجلد أولا ثم يرجم. على هذه الرواية يبدأ بالأخف وهو الجلد ثم يرجم بعد ذلك. وهي رواية قوية يعني حسب الأدلة أنها قوية. مسألة: والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ. المحصن المراد به هنا البالغ العاقل. الصبي لا يجب عليه حد، والبالغ غير العاقل كالمجنون والمعتوه لا يجب عليه حد لأنه غير مكلف. البالغ العاقل المسلم البالغ العاقل الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح. سبق أن وطئ في نكاح صحيح لأنه لاقى النعمة، نعمة الوطء المباح، وعرف حرمة الأعراض. فإذا اعتدى بعد ذلك ناسب أن يعاقب عقوبة شديدة. بخلاف البكر فإن البكر تغلبه الشهوة ولم يسبق أن وطي ولا جرب حرمة الأعراض، فهو أخف من الثيب، أخف من الثيب. وإن كان فعله جريمة لكن الزنا يتفاوت، بعضه أشد من بعض. نعم. مسألة: المحصن والحر البالغ. أما الحر يخرج العبد، العبد إذا زنى إنه لا يرجع، ولكن عليه الجلد. قوله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات عن الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن يعني تزوجنا يعني المملوكات، إذا تزوجنا فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني على الحرائر من العذاب. فالمملوكة عليها نصف ما على الحرة من الحد، والذي يتنصف هو الجلد، وأما الرجم فإنه لا يتنصف. فدل على أن المملوك إذا زنى فحكمه الجلد بكل حال، ويجلد نصف جلد الحر 50 جلدة. والآية: وإن كانت في المملوكة فالمملوك الذكر مثلها وقاس عليها. نعم. والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة منه في هذه الصفات. نعم. في قبولها في نكاح صحيح. في نكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد والباطل. إن هذا لا يحسن الإنسان، لا بد أن يكون العقد الذي
وطئ به عقدا صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه حتى تتم في حقه النعمة أما إذا وطئ في نكاح فاسد أو باطل فهذا لا يحصل به الإحصان. نعم. وذلك أن الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم، وللإحصان شروط سبعة. الأول تؤخذ من التعريف، شروط السبعة تؤخذ من التعريف، انتبهوا له. نعم. الأول الحرية في قول أكثرهم. نعم، الأول الحرية، أما الرقيق فإنه لا يرجع، قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من الحد. والرجم لا يتنصف، وإنما الذي يتنصف هو الجلد. نعم. الأول الحرية في قول أكثرهم، فأما العبد والأمة فلا يجب عليهما الرجم، لأن الله سبحانه قال فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف. حكم الأمة في ذلك. الشرط الثاني والثالث البلوغ والعقل، لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب للبنيات والرجل، فاعتبرت خيوبة خاصة ولو كانت تحصل قبل ذلك فكان يؤدي إلى إيجاب الرجم على الصبي والمجنون، وهذا أولى من القياس. وقال بعض أصحاب الشافعي الإحصان الوطء بالنكاح الصحيح، وسائر الشروط معتبرة للرجم لا للإحصان، ومعناه أنه لو وطئ من هو صبي أو مجنون في نكاح صحيح ثم عقل المجنون وبلغ الصبي وزنيا رجما، لأنه وطء محل للزوج الأول، فأشبه الوطأ في حال الجمال. لأنه وطء محل للزوج الأول. محل؟ أو محل للزوج الأول أو محل محل للزوج الأول. يعني لو تزوج مطلقة ثلاثة، لو تزوج الصبي مطلقة ثلاثة ثم طلقها حلت للأول، يكون له محل. لأنه وطء محل للزوج الأول، فأشبه الوطء في حال الجماع. ولنا ما سبق لا يجب عليهما حد لأنهما غير مكلفين، لكن التأديب والتعزير. نعم. الشرط الرابع أن يوجد الجمال فيهما جميعا حال الوطء، فيضر الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، لأنه إذا كان أحدهما ناقصا لم يكن الوطء ولا يحصل به الإحصان كما لو كانا غير كاملين. نعم. الخامس أن يكون الوطء بالقبل، فلو وطئ في الدبر أو فيما دون الفرج لم يحصل الإحصان لأنه ليس بمحل الوطء. السادس أن يكون في نكاح، ولا خلاف بين أهل العلم لأن الزنا يعني في عقد، في نكاح يعني في عقد، عقد زواج. أما الوطء بغير عقد زواج فهذا لا يحصل به الإحصان. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم لأن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا، ولا نعلم بينهما خلافا بأن التسبي لا يحصل به الإحصان بواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت به أحكامه. السابع أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان فاسدا لم يحصل به الإحصان لأنه وطء في غير ملك، فأشبه وطء الشبهة. لأنه وطء في غير ملك. ملك يعني لا يملكه هذا الوطء. نعم. فأشبه وطء الشبهة.
مسألة ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. بماذا يثبت حد الزنا؟ يثبت حد الزنا بأحد أمرين. الأمر الأول البينة وهي أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها. ما يكفي أنهم يقولون نشهد أنه زنى، بل لا بد أن يصرحوا، لأن هذا محل احتمال، والحدود لا تقام بالاحتمالات، لا بد أن تكون الشهادة على شيء صريح أنه زنا، ما في احتمالات، أن يروا ذكره في فرجها 4 شهود. فإذا لم تتم شهادة 4 شهود، لو كانوا 3 فإنه يجب عليهم حد القذف، يجب عليهم حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأن المطلوب الستر وعدم نشر وإشاعة الفاحشة، لذلك وضع الله هذا القيد رحمة بالعباد من أجل الستر على المسلمين ولأجل حفظ الألسن عن الكلام بالكلام الفاحش. فلا بد من 4 شهود يصرحون برؤية ذكر الزاني في فرج المزني بها. هذا الشيء الأول، يأتوا بأربعة شهداء صريح في الآية. الشيء الثاني الإقرار، لا بد أن يقر 4 مرات، أن يقر 4 مرات أنه زنى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ومع الغامدي، لم يقم الحد عليهما حتى أقر به عنده 4 مرات. وأيضا لا بد أن يصرح، أن يصرح بحقيقة الزنا، لأنه قد يرى شيئا من المحرم زنا وهو ليس كذلك، يمكن يرى اللمس زنا، يرى المباشرة زنا، يرى النظر زنا. فدفعا لهذه الاحتمالات لا بد أن يقر 4 مرات أنه زنا، بمعنى أنه وطئها في فرجها في حرام غير حلال ولا شبهة. فإذا تمت أحد هذين الأمرين يقام الحد. نعم، إما 4 شهود وإما إقرار 4 مرات. نعم. ولا يثبت الزنا إلا لأحد أمرين، إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته. ولا يكفي أن يقول زنيت أو فعلت الفاحشة أو فعلت الحرام، لا يكفي هذا، لا بد أن يقول فعلت كذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دقق مع ماعز حتى قال له أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. نعم. أو شهادة 4 رجال أحرار عدود، شهادة 4 رجال، النساء ما تدخل في هذا، لا تدخل شهادة النساء، ولا بد أن يكونوا أحرارا، لا تقبل شهادة المماليك العبيد. نعم. عدول لا تقبل شهادة الفاسق، المؤمن الفاسق الذي عنده خلل في دينه بأن يكون يرتكب شيء من الكبائر التي دون الشرك، هذا يسمى فاسق، هذا لا يقبل، لا يقبل خبر لأنه غير عادل. فلا بد في الشاهد أن يكون رجلا حرا عدلا. نعم. يصفون الزنا، هذا شرط الرابع. ما يكفي أنه يقول فلان زنى أو فلان فعل الفاحشة أو فلان أتى الحرام، لا بد يقول أني رأيت الزنا الحقيقي، ذكره في فرجها، يغيب ذكره في فرجها كما يغيب الرشاء في البئر، وكما يغيب
المرود في المكحلة، هذا كله من باب الستر على المسلمين. نعم، يصف الزنا وصفا دقيقا حتى تذهب الاحتمالات كلها. نعم. ويجيئون في مجلس واحد، ولا بد أن يجيئوا في مجلس واحد عند القاضي، ما يأتون في عدة مجالس، يجي اثنين يشهدون ثم يروحون، يجي واحد يشهد ثم يجي الرابع يشهد في مجالس متفرقة، لا ما يصح هذا، لا بد أنهم يجون جميع ويشهدون عند القاضي. نعم. ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، ما يقول واحد أنه زاني من مدة شهرين، والثاني يقول أنه زاني من مدة 5 أيام، ثالث يقول أنه زاني مدة يومين، لا، لازم زنا واحد في يوم واحد، في يوم واحد يتفقون على زنا واحد، أنه في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والمحل الفلاني حصل منه الزنا. نعم. وذلك أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين، إقرار أو بينة، فإذا ثبت الإقرار اعتبر إقرار 4 مرات. وقال الشافعي وغيره يحد بإقراره فقط على خلاف الدليل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وارجو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إيه، يقول لأنه قال فإن اعترفت، ولم يقل وإن اعترفت 4 مرات، والجواب أن هذا معلوم، أن أنيس يعرف أنه لا بد من الإقرار 4 مرات، ولذلك لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم: قال الشارع والمصل هو الحب البالغ العاقل الذي قد لأن هذا لا يعطي الإحسان الكامل، ولا يحصل به المقصود الشرعي من الوقت، ما تتم به النعمة. نعم. قبلت الشيخ رحمه الله: حد الزنا هل هو حق لله سبحانه وليس فيه للمخلوق حق؟ وإذا كان للمخلوق فيه حق فكيف التوبة منه؟ الزنا حق لله سبحانه وتعالى، وهو لمصلحة المخلوقين، هو حق لله وهو لمصلحة المخلوقين، ولذلك لا يدخله العفو والتنازل، لأنه حق لله سبحانه وتعالى، ولا تدخله الشفاعة لأنه حق لله سبحانه وتعالى، وهو لمصلحة العباد، صيانة لأعراضهم وحماية لعفتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو صحيح في من فعل المضار أو قرن به ولم يحصن، وهل من تاب من ذلك يكفي عن إقامة الحد؟ الصحيح أنه يقتل على كل حال، الصحيح أنه يقتل على كل حال، الفاعل والمفعول به، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. شو بقية السؤال؟ هل من تاب من ذلك يكفي عن إقامة الحد؟ إذا تاب قبل أن يرتفع أمره إلى الحاكم فإنه تقبل توبته ويستر عليه، أما بعدما بلغ الأمر الحاكم تقرر عليه الحد فهذا لا يسقط عنه الحد، لو تاب ما يسقط عنه الحد، لكن توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، الله يقبل التوبة لكن لا يسقط عنه الحد الذي ثبت عليه، لا بد من إقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقيم الحد على الزاني هل هذا أثاره وتطهير له مما اقترفه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الحدود، هل هي كفارات أو هي زواجر عن المعاصي؟ الخلاف موجود،
ولكن إذا أقيم عليه الحد في الدنيا وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه، لأن الله يتوب عليه. إذا أقيم عليه الحد وتاب إلى الله وندم فإن الله يتوب عليه. نعم. قال الشيخ وفقكم الله، إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد هل تحد إذا لم تعرفوها وكانت هناك قرائن وتهمة أن سبب الحمل هو الزنا؟ هذا محل خلاف، هل الحبل يثبت به الزنا إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد؟ هل يثبت به الحد؟ لأن حملها دليل على زناها، ما حملت إلا من زنا، ما دام ما لها زوج ولا لها سيد وقد حملت فهذا دليل على زناها. وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إذا قامت البينة أو كان الحبال، قال هذا على المنبر، أو كان الحبل، اعتبر الحبل بينة يقام بموجبها الزنا إذا انتفت الشبهات. والقول الثاني أن الحبل لا يعتبر، لا يثبت به الحد، لأن الحبل يحتمل أنه بطئ شبهة، يحتمل أنها أجبرت وأكرهت، يحتمل أنها تحملت بماء، لأنه يمكن المرأة تحمل بدون جماع، بالماء، بماء الرجل تتلقح به، تضعه في فرجها وتتلقح به. فلما كان الحمل محتملا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات فإنه لا يثبت به الحد، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الحبل لا يثبت به الحد لأنه يحتمل عدة احتمالات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعد السجن بديلاً عن التغريب؟ عند الحنفية يعتبرونه بديلاً، والنفي من الأرض يقولون المراد به السجن، ولكن الصحيح أنه لا يكفي. التغريب هو أن يطرد من بلده إلى بلد آخر يكون غريباً فيه بين الناس حتى ينشأ في بيئة أصلح من بيئته التي حصل منه فيها المخالفة، فلا يكفي الحبس ولا يؤدي المعنى المقصود. نعم. إذا خشي في تغريب مفسدة ما يروح البلد فيه مفسدة، تروح الباريس ما يصلح هذا، يروح البلد من بلاد المسلمين الصالحة. نعم. قال الشيخ وفقكم الله، لو سجن في بلد آخر هل يعد ذلك تغريبا؟ لا، ما يسجن، يروح البلد آخر ويجعل عليه رقابة، ولا يحتاج أنه يسجن، خلى يطلب الرزق ويمشي مع الناس ويبيع ويشري، وأيضا يحط عليه مراقبة وهو ما يدري. نعم. تغرب مع محرمها المرأة، تغرب لكن مع محرمها. نعم. قال الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في اللواء شهود رابعة الزنا؟ لا، لا شك، لا بد من هذا، شهود أربعة أو إقرار أربع مرات. نعم. قال الشيخ وفقكم الله، إذا أقر الزاني على نفسه ولم تقر الزانية وليس هناك شهود، فما هو الحكم على الثانية؟ ما يتعرض لها، لأن إقرار الشخص لا يقبل على غيره، إنما يقبل عليه هو فقط، أما هي فلا يتعرض لها. قضية الشيخ وفقكم الله، ما هي صفة الرجم؟ صفة الرجم يجمع حجارة صغيرة على قدر الكف وأقل، تجمع ويؤتى بالزاني فيرجم بالحجارة، يقذف بالحجارة، وإن كانت امرأة فإنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، وقيل يحفر لها في الأرض ولا يظهر إلا صدرها ترجم. هذا هو الرجم. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله،
ويكون من جماعة، يكون من مجموعة، ما يكفي واحد ولا اثنين، يكون من مجموعة يجتمعون ويرجمون. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل الإعلان عن إظهار الحلول فيها من الرجل والزجر؟ ولكن يا قضية الشيخ، حد الزنا للمحصن الرجل ولم نسمع عنه ولم نسمع إعلان عنه أبدا. الحمد لله، احنا ما ودنا أنه يحصل الزنا ولا ودنا أنه يحصل الرجل، ولكن يعني حصل وقائع كثيرة، حصل فيها رجل، حصل فيها رجم وحضره الناس وعلموا به. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، قرأته في كاتب اسمه مصطفى محمود في كتاب الله علم النفس القرآني إنكاره للرجل، ويقول إنه غير موجود في القرآن، وأن هذا تكلف من المفسرين. مصطفى محمود هذا ملحد، له كلام شنيع غير هذا، له كلام شنيع غير هذا، ومع الأسف أنه يجاب بالتلفزيون، يجاب هو أصله باطني، أصله باطني، ثم زعم أنه تاب، أنه انتقل من الإلحاد إلى الإيمان، سماه رحلة، الرحلة إلى اليقين. الرجل والعياذ بالله عنده قوام، كلام في شرع الله يقتضي إلحاده وزندقته، فليس بغريب منه هذا أنه ينكر الرجل، أنه جاهل أو أنه مغرض يريد أن يغرر بالمسلمين، فهو رجل سوء. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، هل يطلق على المحصن من ذكر أو أنثى؟ نعم. من كان مطلقا أو مطلقة؟ نعم. هل يطلق على المحصن من ذكر أو أنثى؟ وهو يقول مصطفى محمود هذا من جملة شنائعه، يقول أن الإنسان أصله قط، وأنه تطور شيئاً فشيئاً، عنده نظرية دروين المشهورة الإلحادية هم تبنيها الآن ويدافع عنها، هذا رجل خبيث. نعم. قضية الشيخ فقط الله، هل يطلق على المحصن من ذكر أو أنثى من كان مطلقاً أو مطلقة، بحيث إن الإحصان يقع حتى بعد الطلاق فيدخل فيه حكم حد الزنا بالرجل؟ نعم، ما دام انه سبق انه وطي امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، ولو كان الوطي في اول عمره وزنى في اخر عمره فانه محصن، قام عليه الرجل. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، هو من شرط الاحصان ان تبقى معه امرأته حتى لو طلقها وفات زمان طويل على زواجه ووطئه لامرأته وحصل منه الزنا بعد مده، هذا محصن يرجع. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوطي، فكيف يكون فيه روايتان عن الإمام أحمد؟ يمكن يصير فيه روايتان عن الإمام أحمد، الأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل فهما زانيان، أخذ من الحديث، لكن الصحيح عن الإمام أحمد الرواية الأولى أنه يقتل. نعم. المجتهد قد يقول قولا ويكون الدليل على خلافه، يكون الدليل على خلافه، أحمد وغيره في هذا من المجتهدين، يجتهد ويصيب ويجتهد ويخطئ. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما هي الحكمة في عقوبة الرجم على الزاني، وكيف نرده على من يقول إن هذا وحشية وتنفيرا عليه ويريد استبداله بغيره؟ هذا ما يحتاج رد، هذا ما يحتاج رد، هذا معارض للإسلام ومنكر للإسلام من الأصل، ولا يحتاج مثل هذا إلى رد ولا نعبأ به، وقالوا أشنع من هذا لا نعبأ به. والرجم فيه ما هو وحشية، الرجم فيه رحمة للمجتمع وحماية له من الفاحشة. المجتمعات التي ليس فيها حد زنا ماذا وصلت حالها؟ حتى التي تدعي أنها على الإسلام ماذا وصلت حالها من التفسخ والانحلال وضياع الأعراض واختلاط الأنساب والشر الكثير، ماذا جنت من وراء ذلك؟ نعم. الذي يعترض على الرجم أو على غيره ما نلتفت إليها ولا يحتاج من يرد عليه. نعم. قضية
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وقت المرأة الأجنبية للدبر من غير المحصن يكون حكمه الرجل مثل وقت الذكر للذكر؟ نعم، إذا وطئ أجنبية في دبرها حكم الزنا، إن كان ثيبا يرجم وإن كان ذكرا يجلد. نعم، لأنه جماع في فرج محرم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما العموم فيما لو جاء رجل بشهود في المحكمة لأي طرف وكانوا حليقين أو مسلمين؟ وكانوا إيش؟ حليقين أو مسلمين، نقول هؤلاء الفساق لا تقبل شهادتهم؟ والله هذا من شؤون القاضي، ما هم من شؤوننا، هو اللي ينظر في الشهود ويقبل ويرد، هذا من حقه هو، أما نحن ما نتدخل في هذا. نعم. وإلى الشيخ وفقكم الله، القاضي ابن قدامة في مثل العمدة وكذلك المني، ويعفى عن يسير ويسير الدم، وحد اليسير ما لا يحوش بالنفس، هل المعنى خروجه من الذكر أم إذا أصاب الثوب؟ إذا أصاب الجسم أو الثوب، إذا أصاب الجسم أو الثوب، أما إذا خرج من الذكر ولم يصب الجسم ولا الثوب هذا يستنجي منه ويكفي، يستنجي منه ويكفي، لكن إذا تعدى وأصاب الثوب أو البدن فلا بد من غسله إلا أن يكون يسيرا جدا هذا يعفى. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الإنسان صيام من رمضان وأتى يوم عرفة ولم يقضي فهل يصوم عرفة وكذلك التاسعة والعاشرة من المحرم؟ لا، يصوم القضاء، ما يصوم تطوع حتى يؤدي ما عليه من القضاء، لأن القضاء دين في ذمته وهو أولى وألزم في تفريغ ذمته منه، فإذا صام القضاء صوم تطوع عرفه غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام الإنسان بتنظيف أنفه وهو صائم ثم خرج منه دم كثير فهل ينتقض الصيام وهذا العمل منه باستمرار؟ إذا أنه عبث بأنفه وخرج منه دم كثير فإنه يفسد الصيام لأنه هو المتسبب، أما إذا ما عبث بأنفه لكن حرك أنفه وراد أنه يأخذ منه شيء ينظفه برفق فهذا لا يضر لأنه لم يتعمد هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وضيع زوجته في نهار رمضان 14 يوما بدون إنزال معتقدا أن المحظور فقط هو الجماع بالإنزال، فماذا يجب عليه وما الحكم؟ أو إذا أولج ذكره كفى ولو لم ينزل، يكون مجامعا عليه التوبة والكفارة حتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فإذا أولج ذكره فإنه يعتبر مجامعا في نهار رمضان ولو لم ينزل. لا، ما يعذر بالجهل؟ لا، ما يعذر بالجهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الذي جاءه وقال هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم، لم يقل هل أنت جاهل هل أنت ناسي، ما قالوا هكذا. نعم. عن كل يوم كفارة، عن كل يوم كفارة، كل يوم عبادة مستقلة فعليه عدد الأيام التي جامع فيها كفارة، فعليه 14 كفارة. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، نعم، هل يجوز للجنب استماع القرآن أو قراءته غيبا؟ أما قراءته فلا يجوز من الجنب، وأما استماعه فلا بأس، يستمع من قارئ أو من شريط ما في بأس، الاستماع لا مانع. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، إذا أسقطت المرأة جنينها بعملية طبية فهل فيها الدية والكفارة وعلى من تكون؟ نعم، إذا أسقطت جنينها قد نفقت فيه الروح وأسقطته ميتا فعليها الكفارة،
لأنها قتلته بإسقاطه فعليها الكفارة. نعم. والدية لأقاربه إن سمحوا فالحمد لله، وما سمحوا تجب عليها الدية، وهي خمس من الإبل، مقدار قيمة خمس من الإبل، غرة خمس من الإبل. نعم. طبيب الشيخ عليه الصلاة والسلام عليها هي، لكن لو أجبرها الطبيب وأسقطه بدون اختيارها يكون على الطبيب، أما إذا كانت بالغة عاقلة وهي التي طلبت إسقاطه فهي المباشرة يكون عليها كفارة. نعم. طبيب الشيخ وفقكم الله، إذا أسقطت المرأة قبل أربعة أشهر من تمام الحمل فما يخرج منها؟ يخرج دماء. نعم. إذا أسقطت المرأة قبل أربعة أشهر من تمام الحمل فما يخرج منها؟ يخرج دماء نفاس أم لا؟ ما بعد 81 يوم يكون نفس، وما قبل 81 يوم يكون فساد، لأن أقل مدة يفرض فيها الإنسان وتخطط خلقته 81 يوم، إذا دخل في 40 الثالثة يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ما، فإذا دخل في طور المضغة 40 الثالثة فإنه إذا حصل منها دم بعد سقوطه يكون نفاسا. نعم. وأما قبل ذلك فإنه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل طلق امرأته مرتين بسبب خلافات زوجية وأراد تطليقها الثالثة، أو يشترط شروطا على الزوجة منها عدم إدخال أحد في البيت بدون إذنه، وإذا لم تفعل تعتبر طالقة ويأخذ أبناءه معه، على أن يكتب ذلك الشرط ويصدق من المحكمة. السؤال: هل يعتبر هذا الشرط عند حدوث الطلاق ويلزم المرأة بعدم أخذ أطفالها أم لا؟ هذا عند القاضي، يعني خصومة من طرفين يرجعون فيها إلى القاضي. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.